ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا مرة أخرى هاتفيا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، بعد التحية بداية، كيف ترى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين ومشاركته في المنتدى العربي الصيني؟ صباح الخير لحضرتك طبعا وكل المشاهدين. هو زيارة في غاية الأهمية بيقوم بها فخامة الرئيس للصين، طبعا دي بتعقد في وقت أعتقد في غاية الأهمية في الوضع الاقتصادي العالمي. بنشهد طبعا الأوضاع الاقتصادية العالمية أعتقد مؤثرة تأثير كبير جدا على السياسات والاستراتيجيات الدولية. طبعا السيد الرئيس بيقوم بالزيارة دي للتعزيز والتنسيق للكثير من السياسات الاقتصادية والسياسات العامة، وطبعا دي نظرا للدورة العاشرة إن شاء الله أو احتفالا بمرور 10 سنوات للزيارة العلاقات الاستراتيجية ما بين الدول العربية وطبعا ما بين الصين. النهاردة بنشوف في عدد من المحاور إن شاء الله اللي بيتم دراستها ما بين الدول العربية وما بين الصين، من أشهرها طبعا طريق الحزام والطريق، مجموعة البريكس، المشروعات الكبرى، زيادة التعاون وزيادة التبادل التجاري، وطبعا خلاف هذا الأمر العديد من القضايا السياسية أشهرها القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. نعم. وتأثيرها على المنطقة والمحيط العربي. وأعتقد كمان إن هيكون في بعض من القرارات اللي ممكن تتخذ خلال الساعات القادمة مع تحدث القادة العرب وطبعا ما بينهم السيد الرئيس خلال الساعات القادمة إن شاء الله يا فندم. نعم دكتور مصطفى، بالحديث عن الدور المصري، كيف ترى يمثل جسرا بين العالم العربي والصين في هذا المنتدى؟ خلينا أقول طبعا في دور كبير جدا بتقوم بمصر خلال السنوات الماضية لزيادة التواصل ما بين يعني المجموعة العربية والعالم أجمع، وطبعا كمان القضايا الإفريقية. وطبعا نعلم جيدا أن كان في مجموعة إفريقيا الصين واجتمعوا أكثر من مرة، وكان السيد الرئيس بيرأس الاتحاد الإفريقي على دورات عدة، فكان في حديث دائم بين مثلا الصين والمجموعة العربية أو الصين وإفريقيا والصين ويعني التطورات الاستراتيجية في الأعمال السياسية والاقتصادية، من أشهرها طبعا الدور البارز اللي كيفية في طريق الحزام والحرير، أو أن يكون في زيادة التبادل التجاري وزيادة المشروعات الكبرى ما بين الصين والدول العربية، والدور البارز اللي احنا بنشوفه في قيام الصين بتوافق عربي إيراني مثل ما حدث ما بين السعودية وإيران، وأصبح في دور بارز في تكوين العلاقات الاستراتيجية بين الدول العربية وبين بعضها مع الصين. على زيادة المشروعات طبعا نعلم جيدا أن بيحاولوا دائما الدول العربية والصين لزيادة حجم التبادل التجاري، ويمكن نعلم جيدا أن مثلا في المقايضات المالية اللي هي ما بين الدول العربية وما بين الصين، فده في زيادة في تطور العلاقات الاقتصادية اللي بتؤثر على الساحة العالمية خلال الفترة الماضية. دكتور مصطفى، بالحديث عن التبادل التجاري، يعني أمس ذكرت نقطة السماح بدخول المزيد من المنتجات المصرية عالية الجودة إلى السوق الصينية، وأيضا دخول مدخلات الإنتاج من الصين لتصنيع المنتج بشكل نهائي في مصر. من رأيك يعني إلى أي مدى يحقق ذلك توازن تجاري بين البلدين؟ خلينا نقول الصين بتسعى دائما يعني زي ما بيسمى الانفتاح الاقتصادي على جميع دول العالم، وبتحاول تزيد من كل القدرات الاقتصادية لكل الدول. بنشوف ان السياسه اللي بتنتهجها الصين هي زياده الميزان التجاري، او ان يكون في زياده في الصادرات والواردات ما بينها وما بين الدول، فبتحقق استثمارات كبرى في بعض من الدول زي مثلا في مصر منطقه قناه السويس، في منطقه اقتصاديه صينيه لوجستيه كبيره جدا، وهذا الامر هو اللي بيرجع دايما لزياده تحسين العلاقات والتبادل التجاري ما بينها وما بين الدول عدة. تقريبا حجم التبادل التجاري ما بيننا وما بين الصين يقترب من ال 16 مليار دولار، وده بنشوفه ان في يعني زي ما بيسمى كده توطين للصناعه، انفتاح ما بين الدول العربيه وبالاخص مصر مع الصين في زياده التكنولوجيا الحديثه، زياده الاستثمارات اللي هي تقدر توسع حركه التبادل التجاري.
هذا ما بتستهدفه الصين وهذا ما بيستهدفه الدول العربية، أن يكون كلما تحسنت العلاقات السياسية والاستراتيجية انعكست على الأوضاع الاقتصادية بزيادة التحسن في قدرات الصناعة أو التجارة أو ما شابه لذلك. طبعا في ما ننساش في ان في دور كبير جدا بتقوم به الصين لتهدئه المنطقه العربيه، زي ما ذكرت اكثر من مره ان يكون في استقرار في المنطقه لزياده حجم الاستثمارات. يعني بتقوم الصين بتحاول تبرز دورها السياسي في تهدئه المنطقه، سواء كانت الحرب في سوريا او في السودان او عبور الممرات زي ممر البحر الاحمر يعني، فبتحاول تسعى لتهدئه الامور ودخولها بحلول سياسيه لتنعكس هذه الامور للاوضاع الاقتصاديه على الدول وايضا على التجارة العالمية. هذا تصور هم دايما الصين بتحسن وتبرور علاقتها ما بينها وما بين الدول العربية. نعم دكتور مصطفى، أيضا جاء في زيارة أمس إعلان الرئيسان توقيع البلدين على البرنامج التنفيذي للشراكة الشاملة لأعوام 5 مقبلة، والذي بالتأكيد سيمثل خارطة طريق وأيضا أفاق أرحب بين البلدين. برأيك ما مردود ذلك على جهود توطين الصناعة وأيضا نقل التكنولوجيا باعتبارها جاءت في مقدمة الأولويات؟ هو طبعا خلينا نقول الحمد لله مع كل توقيع بروتوكول او توقيع استراتيجيه بتستهدف دايما توطين العلاقه وزياده الشراكه وايضا الحرص على زياده التعاون ما بين الدولتين، وبيترجم هذا الامر لزياده المصالح المشتركه اللي بتحقق اهداف الدولتين، سواء الصين اللي بتسعى دائما لزياده التحسن الكبير في الاوضاع السياسيه وانعكاسها على الاوضاع الاقتصاديه، وأيضا كمان الدول العربية اللي بتبحث بشراكة استراتيجية مع الصين اللي هو أكبر مصنع في العالم أعتقد وأكبر مورد للتكنولوجيا الحديثة في الوقت الراهن. نعلم جيدا أن في علاقات طيبة جدا ما بين مجموعة البريكس مثلا وعلى رأسهم الصين مع الدول العربية وبالأخص مصر، وهذا الأمر طبعا هو اللي أدى إلى زيادة أحجام التبادل التجاري ومقايضة الصين بالعملة اليوان مقابل الجنيه المصري بما يقرب من حوالي 18 مليار يوان، اللي هو كانوا بيقدروا ب 3.5 مليار دولار لزيادة التعاون في مصر. دي تصورات يا فندم وزي ما بيسمى بعلاقات بتحول لترجمة اقتصادية لإعادة التفاهمات الاقتصادية ما بين الدول وما بين الصين. وهذا الأمر بعد توقيع هذا البروتوكول لمدة 5 سنوات، هذا بيدي طمأنينة لزيادة الاستراتيجية للسنوات القادمة لتحسين القدرات الاقتصادية للدول وأيضا مع زيادة الارتباط والتعاون مع الصين، وده بتفتح زي ما بيسمى أفق تجارة كبيرة جدا، لأن احنا نعلم جيدا أن مصر هي بوابة أفريقيا، فممكن تفتح وتستفيد الصين منها حوالين منطقة التجارة الحرة الأفريقية أو أن تترجم للمنطقة العربية مرة أخرى. هذه التصورات هي اللي أعتقد ما تم التوقيع عليه ومضيت به مصر مع الصين خلال الساعات الماضية. نعم دكتور مصطفى، بالحديث عن شق آخر، برأيك كيف يمكن أن يشكل المنتدى إسهاما فعالا في التصدي للتحديات الإقليمية والدولية الراهنة؟ خلينا نقول المنتدى أعتقد ده في غاية الأهمية، لأن احنا نعلم جيدا أن القضايا اللي على الساحة العالمية النهاردة أعتقد بقت واضحة لكل المجتمع الدولي. شايفين النهاردة في تأثير كبير جدا من جراء الأحداث اللي مرت على السنوات الماضية، أشهرها طبعا حرب روسيا وأوكرانيا، أشهرها طبعا المنطقة النهاردة مشتعلة بالحروب للأسف اللي هي بتقوم بها إسرائيل في دخولها للمنطقة بتحاول تجر العديد من الدول. هذه الأمور دي كلها النهاردة بتأثر على الأوضاع الاقتصادية وعلى التجارة العالمية وبتبعث برسائل غير مطمئنة للاقتصاد العالمي. فعلشان كده لما بنشوف النهاردة كيفية التفاهمات وإبراز دور التكتلات العالمية زي الصين زي روسيا زي الاتحاد الأوروبي، هو ده اللي ممكن يبعث برسائل طمأنينة للاقتصاد العالمي. يعني لازم يكون الأوضاع الاقتصادية مشاركة مع الأوضاع السياسية اللي احنا بنشوفها في الساحة العالمية أو المجتمع الدولي، لازم يكون في دور بارز للصين في تهدئة المنطقة حتى يعود بالنفع على الدول العربية والمنطقة العربية والشرق الأوسط بزيادة الاستثمارات بزيادة الأوضاع الاقتصادية
أعتقد المنتدى هيترجم هذا الأمر باتخاذ قرار لوقف إطلاق النار مثلا من جانبهم لإجبار إسرائيل مثلا لتهدئة الأمور، أو أن يكون في زيادة التفاهمات حوالين التجارة العالمية أو اتخاذ قرارات للتجارة العالمية مرة أخرى. هذه القضايا فندم بتكون أعتقد من أهم الملفات اللي بيدرسوها الرؤساء خلال هذه اللقاءات، خاصة أن في مجموعة كبيرة جدا من القادة العرب هيكونوا حاضرين هذا المنتدى ويبحثوا كيفية إبراز دور الصين في المنطقة لزيادة التعاون والتنسيق ما بينهم وبين بعض أمام المجتمع الدولي واتخاذ بعض من القرارات على رأسها طبعا القضية الفلسطينية. نعم دكتور مصطفى، يعني هذه القمة شهدت التأكيد على العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لكن دعنا نتطرق للشق السياسي أو الجيوسياسي الذي تحدث عنه الرئيس السيسي فيما يخص الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة. برأيك ما دلالات التأكيد أو الوقوف على ضرورة وقف هذا العدوان الإسرائيلي؟ خلينا نقول في تكتلات العالم كلها بتبحث برسائل يعني للاسف للدوله بترهب المنطقه دلوقتي بعدم احترامها للقانون الدولي ولا المحكمه الدوليه هي اسرائيل، فلازم يكون في موقف حاسم من القاده في الدول الكبرى والعظمى مثل الصين والتنسيق مع المجتمع الدولي او مجلس الامن او يعني زي ما بيسمى كده في الامم المتحده، يصدر قرار بايقاف وانهاء الحرب في الساعات القليله القادمه. اعتقد ده هيكون ليه مردود ايجابي وشق ايجابي كبير جدا، ولكن للاسف التعنت الامريكي ومساندته لاسرائيل هو ده اللي فاتح الصراع في المنطقه العربيه وتاثيراتها تاثير كبير جدا للاسف على معدلات النمو على معدلات التجاره، لان تعلموا حضراتكم جيدا ان مثلا الحوثيين بيضربوا النهارده وبيستهدفوا السفن اللي بتمر في البحر الاحمر، وده بيأثر على حجم التجاره العالميه الكبرى وبالاخص اللي هي واردات الصين للدول الاوروبيه والامريكيه. فلازم يكون في اتخاذ قرار يعني تتبناه المجموعه العربيه مع الصين في توجه ان يكون في قرار لإجبار إسرائيل بالتوقف حالا أو يعني في أيام قليلة بإنهاء هذا الصراع يعني للأسف المتعدي على فلسطين. وطبعا ده هيكون ليه مردود كبير جدا في الأمم المتحدة أو في تنفيذ قرارات المحكمة الدولية، يعني ده الأمور اللي حقته تكون النهاردة تتخذها الصين خلال الفترة أو الساعات القليلة القادمة باتخاذ القرار أو اتخاذ الموقف الحاسم في القضية الخاصة بفلسطين. وطبعا ده اللي هيوصفوه القادة العرب خلال الفترة الماضية طبعا مع مجلس التعاون الدول الخليجية وأيضا الجامعة العربية. نعم دكتور مصطفى، يعني هنا سؤالي، هل من الممكن أن توازي هذه القمة العربية الصينية أو توازن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة؟ طبعا خلينا نقول كل له جانب، يعني المجتمع العربي او الوطن العربي منفتح على القوى الدوليه في كل ارجائها، سواء الصين سواء روسيا سواء الاتحاد الاوروبي سواء امريكا، هذا هو حقته السياسه الدوليه او ما بيسمى بالمجلس، يعني دائما مجلس الاقتصاديين او مجلس السياسيين بيكون ليهم من التطلعات في الاستراتيجيات انه يبحث مع كل طرف على جانب تحقيق المصالح الخاصه وكيفيه الاستفاده وانعكاساتها وتاثيرها. زي ما احنا بنشوف النهارده الانفتاح على الجانب الصيني اعتقد لن يقل من انفتاحنا على الجانب الامريكي او القوه الغربيه او حتى زي ما بيسمى كده الاتحاد الاوروبي او ما شابه لذلك. العالم العربي يا فندم دايما بيتطلع انه يكون شريك استراتيجي مع كل القوى الدوليه والقوى المؤثره، ولكن حق المجتمع الدولي يكون له تطلعاته في كيفيه ان يحافظ على حقوق الوطن العربي، واعتقد يكفي ما اهدر من سنوات عده من تدخلات من القوى الغربيه في الوطن العربي من حروب ادت لزياده التقسيم وزياده يعني للاسف التراجع في القدرات في الوطن العربي سواء كانت في العراق او في سوريا او في السودان او في الصومال او في ليبيا. كل تدخلات القوى الغربيه دي كان لها تاثيرات كبيره جدا، ومش
يعني مش هتقدر ترجع تاني الدول العربية بقدراتها دي إلا بعد عبور عشرات السنوات. فعلشان كده دايما ان يحصل في توازن في العلاقات الاستراتيجية او العلاقات السياسية مع ما بين القوة، اعتقد ده امر مفيد للجانبين. والحين زي ما بنعلم جيدا ان انفتاح الصين على العالم بقوة اقتصادية، هذا بيحقق مردود ايجابي في زيادة تحسين القدرات للمجتمع العربي وبالاخص المجتمع المصري، لان مصر بتمثل رقم يعني رقم كبير في المعادلة في الوطن العربي او في القارة الافريقية. فالتنسيق ده هو ده اللي بيزيد من الترشيد او زي ما بيزيد كده من الشراكة مع المجتمع الدولي. نعم، اشكرك دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.